هذي عندي شحاطة العجيبة. شو تسوي؟ ميزتها ترجع بالزمن الورا بالباطي 50 سنة. والله البأس هالبأس هال. ليش شوقوني؟ مو تعفان رجال كبير. خل نشوفك قبل 50 سنة. باشر باشر راح البس الشحاطة العجيبة. حرجع بالزمن. أنا لبست إيدك. أنا الفقري بدينا أرضى عالي. البسها البسها. أرجع. انزحها انزحها. يا بابي أرقص. شوكر الشاب شعري اسود يا يابا. وبعد شنو ميزتها؟ انا اقول له فت يوم من الايام قلت خل ارجع بعد انا ايش عندي؟ انت ارجع بتقاعد وارجع بالزمن ارجع 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 بالشحاطه. كافي ترجع لا تدعم لك واحد يابا شحاطك لا شحاطي. خليه يكون سالم. وارجع ارجع بالشحاطه ارجع بالزمن وافتح عيوني والقى لك بكاء طلبه واقع بير بير لا بو بير ابو يجي يسريبنا واسمع ابوي وابويا خلي سبيه جبر هذا قلنا سبيه خلاص القابله البذوره تقول لا بعد ابوه هسه فد اسبوعين يلا يجي ثاني وين انا؟ ببطن ابوي يا يابا شو تسوي؟ هسه الشحاطه بعتز بيها كل ما اضوج ارجع بالابتدائيه والله زين الشغل خليها قبل قبل ما تقب عندي سالفة أقوى من كل سوالف. أي سوالف سوالف. أنا عندي حزام. إيه. إذا قد كتلت بناس ولا يتقطع. تحبون أجربه؟ يا معين يا حواف. شوف الشحاطة وصارت.